الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد إخواني في الله، فتتم لدرسنا الذي كان بين المغرب والعشاء، ووصل بنا الكلام إلى بيان معنى الحاجيات، إلى بيان معنى الحاجيات. وقال في معنى الحاجيات، قال طبعا الجزء الثاني صفحة 21، أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة، أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة. إذن الضروريات لابد أن تكون حتى تقوم مصالح الدين والدنيا، بينما الحاجيات فيها توسعة، توسعة وترفع الضيق. فهل إذا لم تكن الحاجيات قامت مصالح الدين والدنيا؟ الجواب نعم، ولكن بنوع فيه مشقة وضيق. ثم ذكر أمثلة، فمنها أو نذكر مثالا فقط، ففي العبادات كالرخص، فالرخص التي شرعها الله عز وجل لنا هذه من الحاجيات، تدخل علينا توسعة وتدخل وترفع عنا الضيق والحرج والمشقة. لذا عندما سئل ابن عباس، وهذا مر معنا سابقا، لما أي النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر من غير خوف ولا مطر؟ فقال أراد ألا يحرج أمته. فهذا فيه إشارة في قوله أراد ألا يحرج أمته إلى ما نحن بصدده، وهو الحاجيات. وكذلك كثير من الرخص، فالذي يبتعد عن الرخص يبتعد عن ما يسبب له رفع الحرج ويسبب له السعة. فبالتالي إخواني في الله، بعض الناس يشدد على نفسه فلا يثبت، وهذا سبق لنا أن ذكرنا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فأوغل فيه برفق، فهذا يلتقي من ناحية أخرى. وكيف وأهل العلم في كثير من المواطن يقولون هل الأفضل هنا فعل الرخصة أم العزيمة؟ وفي كثير من المواطن تكون الرخص أفضل من العزيمة، وفيها تفصيل في وقته وفي مكانه. فمثلا المسح على الخفين لإظهار شعيرة أهل السنة من أنهم يغسلون أرجلهم ويمسحون على الخفين، بخلاف الشيعة الشنيعة التي تمسح على القدمين ولا تغسل القدمين. على كل حال، فبالتالي هذا معنى الحاجيات. وقال الجزء الثاني صفحة 21، وأما التحسينات فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب المدنسات أو المدنسات، إلى أن قال
ذكر مثالا والتقرب بنوافل الخيرات، والتقرب بنوافل الخيرات. إذن الضروريات تركها يسبب هلاك وتعطل مصالح الدين والدنيا، الحاجيات تسبب سعة ورفع الحرج، وتركها يسبب ضيق وشدة ومشقة. أما التحسينيات فهي مكملات وتلتقي مع محاسن العادات، فمثلا ابتسامتك في وجه أخيك هذه من أخلاق الإسلام، أن تبتسم في وجه أخيك. ولكنك إن لم تبتسم فهذا لا يسبب ضيق شديد ولا هلاك، ولكنك لم تتحلى بمحاسن الأخلاق. وبعض الناس لا يعرف الابتسامة في وجه أخيه أبدا، وإنما هو يبتسم للدينار والدرهم، فإن رآك مقبلا على حانوته ابتسم، فإن رآك لا تشتري عبثه وتولى عنك. هذا إن لم يشبعك شتيمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله يعافينا من التعامل مع هؤلاء القوم. فإذا هنا إخواني في الله معنى أمور ثلاثة. فإذا من يفرق لنا أو يذكر ماذا يسبب وماذا يترتب، أي وجودا وعدما؟ تفضل. عندنا أولا الضروريات، إن فقدت سببت المشقة وقد تصل إلى الهلاك. لا، وجودها يحقق مصالح الدين والدنيا، وتخلفها يسبب هلاك الدين والدنيا. تصور أنه مسموح للمسلم أن يكفر بالله، فهذا ماذا يسبب؟ هلاك، هلاك للدين وهلاك للدنيا. تصور والعياذ بالله أنه مسموح أن يسرق مالك، هذا هلاك. تجمع الأموال وتسافر ثم يأتي هذا المجرم ويقول لك مسموح السرقة فيأخذ مالك، فإذا هذا فيه هلاك وفي تعطيل لمصالح الدين والدنيا. نعم. ثانيا الحاجيات، فبعمل الحاجيات تسرع وبالتعال عنها تنبتك المشقة والحرج. أحسن. التحسينيات أو التحسينات، تفضل. الكماليات التي تكون من محاسن العادات والاخلاق والتي تحطها في المسائل التي لا تمس ولكن العلم والشرف في تركها للامم. الترك والعمل، فعملك بها يرفعك وعكسها تتركه، مثل التقرب بنوافل، بالنوافل فهذا من التحسينيات، تركه لا يسبب حرج ولا يسبب هلاك، ولكن يترك التحسينات. ابتسامتك في وجه أخيك، التحلي بأخلاق الإسلام إن كان في بعض صورها يرتفع إلى الحاجيات. فإذا هذه أمور تقسيم كلي، ولكن عند التفصيل قد تتداخل بعض الأمور، وهنا يظهر الخلاف، ويقال الخلاف معتبر بين الفقهاء، لأن الأمر في الخلاف ليس قائما على نص خالف أو فقيه، فيقال له إذا وجدت كلامي يخالف الكتاب والسنة فارموا به عرض الحائط، لأنه الخلاف هنا يكون مبني على مقاصد الشريعة، وهذا أمر مهم. لذا أيضا
قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات في الجزء الثاني صفحة 511 بتصرف، يعني معنى كلامه في التفريق بين الحاجيات والضروريات، قال أو معنى كلامه أن ما جاء الوعيد أو الحد على الإخلال به فهو من الضروريات، ما جاء فيه وعيد أو حد فهذا يكون من الضروريات. فهل العفة من الزنا ضروريات؟ لأن الذي يأتي الزنا والعياذ بالله فيه حد فيه وعيد. طيب الذي يلعن والديه ليس هناك نص أنه حد ولكن فيه وعيد باللعنة ملعون. فإذا فهذا لا يكون إلا من الضروريات. إذا هذا تفريق آخر مساعد حتى لا تختلط الأمور. فبالتالي إخواني في الله هذا يساعدك في القاعدة التي بين أيدينا في الحاجيات أو الحاجات تنزل منزلة الضرورات. وأما ما لم يأتي فيه وعيد لم يختص بوعيد أو بحد فهذا يكون ضروري، ولكن إما أن يكون من الحاجيات أو تحسينيات. فإن كان في إلزام فلا يكون إلا الحاجيات. فإذا هذه أمور تساعد أيضا في التفريق بين الضروريات والحاجيات. وهذا إخواني في الله يلتقي مع أمور في واقعنا كثيرة، يجمد كثير من الناس في التعامل معها فيغلقون على أنفسهم من المصالح الدعوية الشيء الكثير بحجة وجود حرام، ولكن هذا الحرام يضيع مع المصلحة العظيمة في تحقيق هذا الأمر. وهذا مثاله الحج، فالحج ركن من أركان الإسلام، فيحاول المرء الحج مرة ومرتين وعشرة وعشرين لكي يؤدي هذه الفريضة، ولكنه لا يستطيع أن يحصل التأشيرة مع أنه يملك المال والجسد، ولكنه لا يستطيع أن يحقق أن يحصل هذه التأشيرة إلا أن يأخذ بعض الناس رشوة لإحضار هذه التأشيرة له. فهو بين أمرين، بين أن يعطل شعيرة الحج وبين أن يؤدي هذه الشعيرة والإثم على من أخذ. فهنا يعمل وينظر هناك ضرورات ولا حاجيات. فبالتالي إخواني في الله مسائل كثيرة سوف نتباحثها ونتدارسها إن شاء الله إن كان في العمر بقية. ولكن هنا سوف ندخل الآن إلى هذه القاعدة، الحاجات تنزل منزلة الضرورات في إباحة المحظورات. تنزل ليس معنى تنزل أن الحاجة أصبحت ضرورة، ليس معنى تنزل أن الحاجة أصبحت ضرورة، لا، وإنما تنزل بمعنى حكمها حكم الضرورة. فرقوا بين الأمرين، الحاجات تنزل منزلة الضرورات في إباحة المحظورات. معنى تنزل منزلة الضرورات أي أنها أبيحت كما أبيحت الضرورات، لا أنها أصبحت من الضرورات، فهي تبقى حاجة ولكن حكمها حكم الضرورة.
وهذا بمعنى أن الحاجة عند الحاجة فإنها تمشى وتصبح مباحة. لذا قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في الجزء الثالث صفحة 415 قال: فإذا حرم عليهم شيئا، فإذا حرم عليهم شيئا، أي الشرع حرم على المسلمين أشياء عوضهم عنه بما هو خير لهم منه وأنفع، فإذا حرم عليهم شيئا عوضهم عنه بما هو خير لهم منه وأنفع. فعندما الشرع إخواني في الله حرم الزنا أعطاك الزواج، وعندما حرم عليك السرقة أجاز لك الكسب، وعندما حرم عليك أن تأتي أهلك في نهار رمضان سمح لك في الليل، وهكذا في أمثلة كثيرة. لذا إخواني في الله، فبعض الناس عندما يقول هذا الحرام لا أستطيع تركه، مع أنه قد مر معنا أنه يستطيع، ومع ذلك فقد أعطاك الشرع أشياء في مكانها، أعطاك أشياء في مكانها ولكنها تخالف هواك. فلذا الإيمان أن يكون هواك تبعا لما جاء به الشرع. قال ثم قال ابن القيم: وأباح لهم ما تدعو حاجتهم إليه ليسهل عليهم تركه. وأباح لهم إيش؟ منه ما تدعو حاجتهم إليه ليسهل عليهم تركه. إذن عند الحاجات تباح بعض المحرمات، ولكن هذه المحرمات هي في تصنيف الحاجيات، في تصنيف الحاجيات، لم يرد فيها نعم ولم يرد فيها حد، لم يرد فيها لعن ولم يرد فيها حد. وحقيقة هناك كلام لشيخ الإسلام في المجلد 21 صفحة 81 على مسألة رحمك الله، على تطبيق عملي على مسألة، وإن كانت هذه المسألة قليلة الدوران في زماننا. قال: سئل عن أواني النحاس المطعمة بالفضة. طبعا لا يخفاكم النهي عن الشرب من آنية الفضة والذهب كالطاسات وغيرها، هل حكمها حكم آنية الذهب والفضة أم لا؟ فأجاب: الحمد لله، أما المضبط بالفضة من الآنية وما يجري مجراها من الآلات، سواء سمي الواحد من ذلك إناء أو لم يسمى، وما يجري مجرى المضبب كالمباخر والمجامر والطشوط والشمعدنات وأمثال ذلك، فإن كانت يسيرة لحاجة عندك طوس، وهي ما تسمى عندنا الطاسة أيضا عندك طوس، هذا إن لم يجعل فيه جزء من الفضة كي يكتمل سوف يلقى، هذا إتلافه وإلقاؤه يدخل عليك المشقة والحرج. فأنت عندما تجعل هذه القطعة الصغيرة لكي تسد مسد هذا الطفل، فهل هذا يجوز أم لا يجوز؟ فهنا شيخ الإسلام يقول: فهنا يحصل ويجوز للحاجة. قال: فإن كانت الضبة يسيرة لحاجة مثل تشعيب القدح وشعيرة السكين ونحو ذلك مما لا يباشر بالاستعمال فلا بأس بذلك. قال: ومراد الفقهاء بالحاجة هنا
أن يحتاج إلى تلك الصورة كما يحتاج إلى التشعيب والشعيرة، سواء كان من فضة أو نحاس أو حديد أو غير ذلك. وليس مرادهم أن يحتاج إلى كونها من فضة، بل هذا يسمونه في مثل هذه ضرورة. إذن إذا كان لا تستطيع حاجته فهذا أصبح إيش؟ ضرورة. قال: والضرورة تبيح الذهب والفضة مفردا وتبعا. لو وصلت إلى الضرورة فأصلا هي مباحة، حتى لو احتاج إلى شد أسنانه بالذهب. إنسان يحتاج إلى شد أسنانه بالذهب، أو اتخذ أنفا من ذهب ونحو ذلك جاز، كما جاءت به السنة. هذا فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه ذهب ومع أنه مفرد نهى عن الذهب إلا مقطع. وكذلك لو لم يجد ما يشربه إلا في إناء ذهب أو فضة، لم يجد ما يشرب إلا من إناء ذهب أو فضة، هذا ماذا حكمه؟ حكم ضرورة أم حاجة؟ لا، ضرورة هنا، لأنه لا يجد، إما أن يهلك وإما أن يشرب من الفضة والذهب. قال: جاز له شربه، ولكن هنا قد تدخل الحاجة، بمعنى يصعب عليه أن يغترف بيده أو إلى غير ذلك. قال: ولو لم يجد ثوبا يقيه البرد أو يقيه السلاح أو يستر به عورته إلا ثوبا من حرير منسوج بذهب أو فضة، جاز له لبسه. إنسان تعرض إلى سرقة الثياب وأراد الناس أن يدخلوا عليه ولا يجد لكي يستر عورته إلا ثوبا من حرير، فهذه الصورة ما بها؟ أصبحت حاجة، لأنه إن لم يلبس هل يهلك؟ لا يهلك. ولكن قال: بل قد تلتقي مع الضرورة من جهة، ولكن السمة الظاهرة لها أنها حاجة. فهنا يقال الحاجيات أو الحاجات تنزل منزلة الضرورات. ثم قال: ثم ما حرم لخبث جنسه أشد مما حرم لما فيه من الصرف والفخر. إذن يذكر لك قاعدة عن سبب التحريم، عن سبب التحريم. قلنا الشاطبي ماذا قال؟ سبب التحريم قد يكون لو صل بماذا؟ بحد أو بوعيد، فهذا ألحقه بالضرورات. شيخ الإسلام عنده تفريق لسه فوق التفريق، وهذا من دقة الدقة عند هذا الإمام. قال: ثم ما حرم لخبث جنسه أشد مما حرم لما فيه من الصرف والفخر. إذن المحرمات لذاته لأنه خبيث ليس كالحرام لأنه إسراف وفخر وخيلاء، فإن هذا يحرم القدر الذي يقتضي ذلك منه ويباح للحاجة. يباح الحرير للحاجة، كما أبيح للنساء لبس الذهب والحرير لحاجتهن إلى التزين. قال: من مقاصد الشريعة في إباحة الذهب والحرير على المرأة أنه حصول الزينة، فألحقه بالحاجيات. وحرم ذلك على الرجال، وأبيح للرجال من ذلك اليسير، إلى أن قال: ولهذا كان الصحيح من القولين في مذهب أحمد وغيره جواز التداوي بهذا الضرب. بأي نوع؟ بالذي حرم لكونه فيه خيلاء ومفاخرة، كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وطلحة في لبس
الحرير من حكة كانت بهما، ونهى عن التداوي بالخمر، إلى أن ذكر أشياء. فإذا هنا الحرير يلحق بالضروريات بالضرورات أم يلحق بالحاجات؟ لا شك أنه يلحق بالحاجات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أجاز لبس الحرير لمن به حكة، هذا الذي يلبس غير الحرير هل سوف يهلك؟ لكن بسبب الحكة من اللباس الأخرى سوف يدخل عليه مشقة شديدة وضيق. فجاء الشرع بالتيسير، البس الحرير الذي حرم في أصله من مقاصد تحريمه أنه للخيلاء والفخر، فجاز عندها للحاجة. فإذا ينظر في الحرام في أصله فيلحق بالحاجة أم يلحق بالضرورة لإباحته. ولذا أيضا من الأمور التي تندرج تحت هذه القاعدة، إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع، كلما يضيق الأمر يتسع، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقال ابن القيم رحمه الله، وهذه أيضا قاعدة تحت هذه القاعدة، ذكرها في زاد المعاد الجزء الخامس صفحة 223، قال: ما حرم تحريم الوسائل. انظر شيخ الإسلام قبل قليل ذكر قاعدة في الطعام أو في اللباس، ما حرم لخبثه وما حرم لمقصده فيما يتعلق بالخيلاء والفخر. هنا ابن القيم يتكلم عن حرام آخر، أيضا كل هذا يندرج تحت إيش؟ الحاجات، تنزل منزلة الضرورات. قال: ما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح للحاجة وللمصلحة. ما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح للحاجة والمصلحة الراجحة. وقال أيضا: ما حرم لسد الذرائع فإنه يباح عند الحاجة والمصلحة الراجحة. شيخ الإسلام، انظروا إخواني في الله إلى ما يتعلق بالوسائل، قد يكون الحرام ليس لذاته وإنما لوسيلته، وهنا حقيقة ينظر، هل تحريم التلفزيون لذاته ولا لوسيلته؟ فلذا أجاز بعض أهل العلم بعض الأشياء وقالوا أنه يضبط في ظل شروط، ولكن هذه الشروط يتعذر وجودها في هذا الزمان بكلام طويل. ينظر إلى التصوير، هل هو محرم لذاته أم أنه وسيلة؟ لما أجاز الشرع الدمى للأطفال؟ لما أجاز أهل العلم الصور للبطاقة؟ هل بتخلف يصبح هناك هلاك أم مشقة؟ فينظر في أشياء كثيرة في واقعنا تحتاج إلى مناقشة وتقبل الخلاف. فهنا يقال أن الخلاف معتبر لأنه مبني على المقاصد. فلذا هل يجوز للشيخ أن يخرج على التلفزيون لكي يعلم الناس ويدرسهم؟ شيخنا الألباني
كان قديما يقول أن الصورة لا تجوز للتعليم إلا بأمر لا يعلم إلا بالصورة، إلا بأمر لا يعلم إلا بالصورة، وعلى هذا درجة ودرج الإفتاء. ولكن من بعد ذلك عندما انتشر وانتشرت الفضائيات ولم يستطع الدعاة أن يصلوا إلى كثير من الناس، فإن كثيرا من الدعاة خرجوا عن هذه القاعدة وألحقوها بالحاديات، وقالوا عدم إيصال العلم والدعوة إلى الناس يترتب عليه مفسدة عظيمة، وهناك مفسدة الأصالة وهي التصوير. فنحن بين مصلحتين، أو بين مصلحة ومفسدة. مصلحة لا نستطيع أن نصل إلى بيوت الناس بأن نعلمهم وأن ندلهم على التوحيد الصافي وأن نبصرهم، ومفسدة متعلقة بالتصوير. فقالوا فانقسموا إلى قسمين، فمنهم من أعمل مفسدة التصوير، ومنهم من أعمل مفسدة التعليم. فهنا تداخل الأمران، فلا يقال عن المخالف لا يقول هذا لهذاك أنت آثم، ولا يقال هذا لهذا أنت آثم. لما؟ لأن الأمور قائمة على خلاف متعلقة بمقاصد. بل إخواني في الله، يجد المرء الذي يريد أن يعاند ويخالف يجد نفسه لا يستطيع أن يفر. فإذا نظرت إلى بيته وجدت في بيته الحاسوب الذي فيه بعض برامج الأطفال، فإن قلت له هذه صورة كيف تبيعها، قال لك من باب أنها لعبة، من باب أنها مصلحة. فأعمل مصلحة تعليم الأولاد وإبعادهم عن التلفزيون مقابل أنه قد جعل الصورة في البيت. ثم تراه يحارب المشايخ في خروجهم على الفضائيات، في تعليمهم للناس وتبصيرهم بطريقة لا يستطيعوا إلا ذلك. فبالتالي هذه مسألة تقبل الخلاف. ونعم، لابد من أمرين. الأمر الأول أنهم يخاطبون الذين يبتعدون عن مجالس العلم، فلا يقولون للناس أدخلوا الساتلايت والتلفزيون إلى بيوتكم، لأنهم هؤلاء تابعوهم بالأشرطة وبالكتب، وإنما هم خطابهم إلى من؟ إلى الذين أدخلوا هذه الأجهزة ولم يلتفتوا أصلا إلى الفتاوى، فخاطبوهم من باب أنهم قد اقتنوها. الأمر الثاني أن هناك بعض التوسع في هذا، فتجده يريد أن يخرج على هذا الساتلايت بكلام لا صلة له بالعلم وتعليم الناس، فتراه مثلا يخرج لكي يخبر عن بعض الأنشطة المتعلقة في بعض الكتب، أو مثلا بعض المعارض، فهذا لا صلة لها بهذه المصلحة الذي تكلم فيها. حقيقة أنا أحببت أن أتكلم في هذه المسألة لأني رأيت بعض الإخوة يؤثمون بعض المشايخ الذين هم تأولوا فخرجوا لكي يعلموا الناس، وعند البحث رأينا عندهم التناقض. فإن ألحقتها بالضروريات فلا يجوز له، وإن ألحقتها بالحاجيات فالأمر فيه سعة. هكذا هو العلم، وهكذا ينظر إلى المخالف نظرة رحمة ونظرة شفقة.
وأختم إخواني في الله كلام لشيخ الإسلام في المجلد 23 صفحة 186 187. قال: ثم إننا نهي عنه لشد الذريعة، ثم إننا نهي عنه لسد الذريعة يباح للمصلحة الراجحة، كما يباح النظر إلى المخطوبة، يباح النظر إلى المخطوبة. الأصل في المرأة أن تستر وجهها عن الناس، فالمرأة المستورة لا يعرفها لا يعرفها أحد من الرجال، هذه المرأة العفيفة المختمرة بالتعبير العام عند الناس، وهو ما يسمى بغطاء الوجه، ولكن أبيح النظر إلى وجهها من قبل الخاطب. قال: والسفر بها إذا خيف ضياعها. أنت في قافلة وجدت فتاة ابتليت مثلا، سفر زوجها وبقيت هنا، فإما أن يأخذها جماعة فيسافروا بها، وإما أن تبقى هنا متعرضة للأذى، فهنا أصبح هناك حاجة. والسفر بها إذا خيف ضياعها. أو قال: سافري لوحدك. لا، كسفرها من دار الحرب، وهذا ما حصل مع أم كلثوم، مثل سفر أم كلثوم وسفر عائشة لما تخلفت مع صفوان ابن المعطل، فإنه لم ينهى عنه إلا لأنه يفضي إلى المفسدة، فإذا كان مقتضيا للمصلحة الراجحة لم يكن مفضيا إلى المفسدة. هذا وبهذا نختم، صلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.